فيتامين مع طراد زندي وشادي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيا الله شادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخبارك؟ كيف مسوي لي اليوم كذا شوية هادي؟ اليوم بس مجرد إن رايق. أي واضح إن شاء الله دائما يا رب دائما. شادي خليك هادي وطرد كمان. مستمعينا طبعا نمسى عليكم بالخير طبعا في يوم جديد في حلقة جديدة من برنامج فيتامين اللي يبتدي من الآن من الساعة الواحدة لغاية الساعة 4 إن شاء الله. ومتواصلين معكم وبتفاعلكم. طبعا عندنا الساعة الأولى ساعة جلوكوز هي ساعة طبية نستضيف فيها أحد الدكاترة الاستشاريين الأخصائيين أو الخبراء لطرح موضوع صحي ونتناقش فيه وأحد الأمراض اللي ممكن إن إحنا نتعرف عليه أكثر لأنه دائما عدونا المرض. فإذا كان عرفنا إيش فيه شادية؟ دلم. إذا كان عرفنا إيش النقاط القوة والضعف هنعرف إنه إحنا كيف نسيطر على المرض. عندنا ايضا ساعة ادرينالين بالشقلوب يعني اكيد مش بالمقلوب يعني ارسلوا اسمكم الاول والاخير طبعا كلمة بالمقلوب على ارقامنا التالية STC 847700 موبايلي 640660 والي مشتركين زين 746262. وايضا ساعتنا الاخيرة ساعة سونار يعني والله طيب يقول لك هي دراسة متابعة الأخبار السيئة تزيد الرغبة في تناول الطعام. نقفل الحلقة وخلاص. أيوة خلاص. لا خليها في الأخير بس أنا قلت أعطيهم فكرة. اليوم معنا أستاذة منال سمبر أخصائية تغذية. هنتكلم اليوم عن النحافة وكثير من اللي بيواجه هذه المشكلة. حياك الله دكتورة منال. أستاذة منال. أهلاً وسهلاً. أول حاجة أستاذ. أهلاً مساء النور. أول حاجة أستاذة منال يعني مو عتبانة بس كده. شوي عشان انت مش موجوده معانا في الاستديو. والله انا مره زعلانه. الله يسعدك يا رب. انا بس يعطيها العافيه على فكره استاذه منال لاني عندها يعني الوقت الان حقها جدا مشغول بس الله يعطيها العافيه قالت لا اطلع معاكم والناس تستفيد. اكيد الله يسعدك يعني سواء حاولت فعلا اكون معاكم يعني اشوف وجهكم الحلوه. الله يسعدك يا رب. في كل الاحوال استاذه منال منورانا وتشرفين اكيد بتواجدك. الله يسعدك ان شاء الله مره ثانيه باذن الله. استاذه منال اليوم موضوعنا عن النحافه الشديده في كثير من خصوصا البنات حتى مو الشباب بيعانوا. وصحيح اذا كان خطا استاذه منال انه بنات مو الشباب اكثر. هو فعلا ايوه بيواجهوا هذه المشكله وبنلاقي عندهم نحافة شديدة. ممكن الناس ما تستوعب لا في هذه المشكلة يا جماعة الخير ولو أتمنى أكثر ودخلنا منتديات إحنا هنلاقي مشاكل كثير. ما حنطول بس نبي نعرف على السريع عشان لا نلخبط بين النحافة أوكي. وبين شيء آخر. ما التعريف العلمي لمرض النحافة؟ هو علميا نحن نقول على الشخص إنه هو نحيف لما نشوف مؤشر كتلة الجسم عنده نحسب مؤشر الكتل يعني الوزن على مربع الطول. طبعا حيعطينا مؤشر أو رقم معين ده الرقم هو اللي يعطينا دلالة هل ده الإنسان عنده نحافة أو مثلا وزنه مناسب أو عنده زيادة وزن إلى آخره. إذا كان المؤشر هذا أقل من 18.5 يعتبر الإنسان يعني يسمى يوصف الشخص عنه نحيف. جميل جدا. طيب بداية عشان برضو لا نلخبط بين النحافة وبين أي شيء يعني النحافة العادية أو النحافة أيوه. اللي هم بتعمد يكونوا نحاف مثلا بيعملوا ايش اسم المرض هو النحافه طبعا اللي هي الشديده طبعا اكيد ما يعني ما هي من اصدقاء الجمال اكيد هي من اعداء الجمال يعني الوجه النحيف ما تكون سبحان الله حتى تقاطيع يعني متناسقه سبحان الله صحيح. والجسم اللي هو يكون يعني مبالغ في النحف يعني ما بيكون جميل يعني لانه احيانا يعني حتى بالذات عند النساء زي ما تقول الوحده يعني لما تكون جدا نحيفه بتحاول تخفي بالملابس باي طريقه ثانيه لان في زوايا حاده بتكون في الجسم عارفه الهيكل العظمي بتحاول تخفي طبعا في اللبس. النحافه ما هي خطيره على الصحه زي السمنه لكن مره مهم نحن نتاكد من ان الشخص النحيف خالي من الامراض العضويه والنفسيه اللي عاده يعني ما تكون مصاحبه للنحافه الشديده. طيب استاذة منال يعني انه يا رب اول شيء ما تكونوا بتتكلموا عني لانه في نحافة يعني بتختلف عن نحافة اخرى يعني فينا سبحان الله قد ما بياكلوا قد ما يعني مهتمين فعلا بصحتهم مش بيهملوا في الاكل الا انه هيئتهم نحيفة. ايوه هيئتهم نحيفة نقول نحيفة لانه في اسباب طبعا كثيرة وعديدة للنحافة منها مثلا اسباب وراثية يعني الهيكل سبحان الله حق العائلة بيكون يعني بيكون نفس العائلة كلها
سبحان الله بيكون يعني تركيبة جسمهم ما هي أيوة. ضخمة أيوة صحيح يعني فعلا طبعا عادات غذائية مكتسبة من الطفولة بتكون خاطئة، تكون مثلا جهل مثلا الأم أو اللي بتعد الطعام في البيت بأنواع الأطعمة اللي هي مناسبة أو اللي هي تعطي صحة أفضل. اتباع أنظمة غذائية في كثير من طبعا بالذات السيدات لأنه بيحاولوا أنهم يحصلوا على جسم رشيق في فرق الرشاقة والنحافة، إنها تسرع الجسم الرشيق تقوم تتبع أنظمة غذائية بتكون يعني مرة يعني غلط صحيح غلط أيوة عشان تخفف وزنها وتستمر بيها لغاية ما توصل لدرجة النحافة. بعد كده ترى إنه أصعب إن أنا أطلع وزني أصعب من أن أنزل وزني بالنسبة للسمنة. جميل جدا. طيب أستاذ منال السمنة طبعا إحنا حديثنا لسه مطور عن هذا الموضوع وما راح نخلص منه إلا أن نعصر الموضوع أصر عشان الناس تستفيد قدر المستطاع. يعني أعطيك العافية أستاذ منال أخصائي التغذية. راح نرجع بعد الفاصل. أذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يشاركنا يرسل كلمة جلوكوز اسمه والمدينة اللي هو منها أكيد استفساره في هذا الموضوع على STC 8477 موبايلي 6406660 لا مشتركين زين 7462 62 فاصل قصير ورجعين خلكم معنا. فيتامين مع طراد زندي وشادي عبد العزيز مستمرين مع أستاذة منال شنبل أخصائية التغذية. حياك الله أستاذة منال. حياكم الله. طبعا اللي حاب يشاركنا يرسل كلمة جلوكوز على أرقام الاسمس واستفساره طبعا في الرسالة على STC 8477 موبايلي 6406660 ومشتركي زين 7462 62. دكتور أستاذة منال يعني قبل الفاصل ذكرتين لنا بشكل كذا يمكن مختصر بالنسبة للنحافة الغير طبيعية، قلتي لنا أنه أعراضه أنه وجهه ما يكون تكاسيم وجه الشخص مش متناسقة ما أعرف اللي بيكون عندهم نحافة شديدة بيكون يعني الوجه يعني بتكون بروز في عضلات أو في عظام الوجه أنت عليها نيو اسكال يكون زي الجمجمة وجهه فعلا ما أعرف. في فيديو انتشر عن ملكة جمال بلدنا البلدان أصيبت بمرض هو هي عشان أدخل الموضوع ده لما قلنا أسباب النحافة منها أمراض نفسية فهذا يعتبر مرض نفسي اللي هي أصيبت فيه اسمه اللي هو أنوركسيا نيرفوزا. أنوركسيا هذا اللي من أول بجيب اسمه ماني فاكر. أيوة. هذا المرض سبحان الله المريض يصاب نفسيا بقد ما نحس يشوف نفسه تخين يشوف نفسه تخين فيقوم يأكل يعني تأكل أكل بس تحاول إنها ترجع صحيح بأي طريقة أيوة تتخلص منه لغاية ما توصل لهذه المرحلة. هي لازم يعني علاج غذائي وبالإضافة العلاج نفسي للمريضة هذه. انتشر مرة الفيديو ملكة جمال سبحان الله كانت ووصلت لمرحلة يعني أنت لو شفتي الفيديو حقها هيكل عظمي على قول تراد هيكل عظمي فعلا. هو شيء جدا محزن الواحد لما لو ما انتبه يعني على نفسه أو ما ركز إيش بيصير في حالته النفسية ممكن تتبع غير الحالة النفسية إيش في أسباب ثانية؟ يدخل اكتئاب شديد يدخل في هوس يخلي الإنسان ما يحس إن هو جيعان أساسا. في أمراض عضوية طبعا للنحافة طبعا زي اللي هي الغدة الدرقية بتكون زيادة في يعني في إنتاج الهرمون الغدة الدرقية. فقر الدم الشديد برضو يؤدي للنحافة. أمراض طبعا في الجهاز الهضمي تمنع امتصاص الطعام يعني بياكل الإنسان طبيعي بس سبحان الله بيصير عنده سوء امتصاص للأغذية إصابة طبعا بالنحافة. كمان ممكن بعض الأورام يعني بتؤدي للنحافة. طيب في ناس دائما يقولوا قد ما ياكل ما يتخن في بطنك في دوده ولا ايه ما اعرف الكلمه هذه الجمله دائما نسمعها الجمله هذه صحيحه ايوه وعشان كده يعني اول حاجه طبعا الانسان اللي هو مصاب بالنحافه الشديده خلينا نقول لازم يكون يعني لازم يستشير يعني استشاره طبيه عشان يتاكد من هو خالي من الامراض اللي هي اللي ذكرناها اللي هي المسببه النحافه. فاذا كان يعني عنده أحد هذه الأمراض فيعالجها طبعا في البداية. مثلا اللي عنده فقر دم مثلا يحتاج يعمل فحوصات عشان يعرف إيش السبب ويعالجه. إذا كان مثلا نقص حديد يعطى يعني حبوب الحديد. إذا كان نزف مثلا بالذات البنات أثناء الدورة الشهرية يصير عندهم نزيف أحيانا شديد فتحتاج طبعا تتعالج عند طبيب أسنان حلوة دي النساء وأولادها طبعا عشان تعرف إيش السبب يعني عشان تقدر طبعا تعالج السبب. إذا عالجنا السبب يصير ممكن نحن نعالج بعد كده النحافة. يعني الدودة هذه مو صحيح
مش ما في يعني كلام صح انه الدوده دي موجوده في الوطن فبتاكل الاكل تبع الدوده الشريطيه. طيب يمكن في الدوده الشريطيه صح؟ معلومه صحيح من ضمن امراض الجهاز الهضمي تعتبر. اها الدوده ايوه فعلا هي جزء منها. هل هي الدوده الشريطيه ام شيء اخر؟ ايوه الدوده الشريطيه هي. نعم طيب تتأكد بس من المعلومه هذه فعلا يعني بتاخذ الاكل اللي الانسان بياكله فعشان كده تعالج بيها برضه مضادات حيويه والاخير ممكن يعني يتخلص من الدوده هذه. نعم. كمان اللي هم عندهم فرط في الغده الدرقيه يعملوا تحليل يشوفوا مستوى الهرمونات فيها عشان يعملوا تثبيط للهرمون ده عشان لا يفرز بطريقه هذا العكس اللي بيكون عندهم سمنه بيكون عندهم خمول في الغده الدرقيه. فإذا يعني تأكد إن هو إنسان سليم من دي الأمراض العضوية والجسدية والنفسية كالساعة يعني يجي دورنا نحن يعني الغذائي والتمارين طبعا الرياضية. أستاذة منال شنبور أختي طبعا راح نرجع نكمل معاك في تفصيل هذا الموضوع موضوع النحافة. تكلمنا عن يعني إيش هو بالضبط مرض النحافة أعراضه أسبابه ولسه في أسئلة كده شوية بتدور في راسنا ممكن يعني يعني ممكن لما نعرفها نحاول إن إحنا نبتعد ونعرف كيف نحرص على أنفسنا من هذا المرض. حنرجع لك الله يسعدك على راس الله يسعدك شكرا لك. فاصل سريع ونرجع على طول خليكم معنا في فيتامين. فيتامين مع طراز زندي وشادي عبد العزيز مستمرين مستمعينا معكم في برنامج فيتامين معي أنا شادية ويطراد وطبعا ضيفتنا لليوم الأستاذة منال سنبل أخصائية التغذية. بنتكلم طبعا عن النحافة الزايدة النحافة اللي ما هي طبيعية نقدر نقول مرضية. أهلا وسهلا فيك أستاذة منال من جديد. أهلين فيك. أنا بنعرف بس يعني أنا بصراحة محيرني هل ممكن يكون مرض النحافة وراثي ولا الواحد من نفسه هو اللي من نفسه بنفسه؟ ممكن يكون سبب وراثي للنحافة زي ما قلنا انه كيف يعني العائلة نفسها بيكون يعني عندها مثلا افرازات معينة في هرمون. طيب يعني تتوارث الجين هذا ان هو بيكون عندهم مرض زيادة في افراز الهرمون. فهمت علي؟ ايوه يعني هي توارث جينات يعني تقصدي بنية صغيرة بالضبط زي هي السمنة بس يعني هل البنية الصغيرة تقصدي انه هي ممكن تكون محفز للنحافة عند الشخص او لازم وهي يعني صفتين في الجينات لازم تكون يعني دائما تكون مع بعض هي عادة يعني انت قصدك ان البنية الصغيرة هي أيوة. العائلة اللي هي بتكون اساس نفس البدي فريم حقهم يعني ايوه فعادة دي يعني العائلة بتكون كلها يعني عندها نحافة. لكن مرض النحافة اللي احنا بنتكلم عليه يختلف عن يكون الشخص يعني نحيف رشيق يختلف عن يكون نحافة مرضية. صحيح. انت علي لما تكون العائلة كلها مثلا نحيفة طبيعي مثلا هذا شيء طبيعي ما هو شيء مرضي. صحيح. لكن لما يكون عندهم مرض ذا النحافة زي مرض السمنة وراثة طيب فطبعا ندخل للنحافة اللي هي الوراثية النحافة الوراثية. طب حلو انك وضحتي هذه النقطة لانه في ناس دائما بتقول انه ما اعرف مثلا الناس اشخاصهم وجههم نحيف انه انت مريضة او مصابة بالهزال او النحافة اللي هي المرضية فكويس ان انت وضحت انه لا هو عادي الموضوع طبيعي ممكن يتوارث من جيل لجيل ممكن على حسب البنية. طب دكتورة او استاذة منال يعني في اي عمر ممكن يظهر هل هو يعني مصاحب للطفل الين ما يكبر او ممكن يظهر فقط في عمر المراهقة؟ لا هو ممكن يكون من الاطفال وهم صغار يعني ممكن يظهر هو صغير وممكن يظهر زي ما تكلمنا قبل كده ممكن يظهر عن طريق يعني لما الإنسان يكبر يصاب ببعض الأمراض أمراض نفسية أمراض عضوية إلى آخره وممكن تكون من الصغر يكون الطفل هو نحيف أكله مثلا ما هو يعني الأم مثلا ما عرفت تغذية كويسة نفس يعني يكون عنده مثلا من هو صغير شهيته دائما يعني تكون ضعيفة ما يأكل فممكن تكون من هو صغير وممكن يصاب بها الإنسان وهو كبير. طب كيف نعالجها أو كيف ممكن الأم تحرص على أنه طفلها ما يكبر بهذا النحف وتقدر تعالج الموضوع من بدري؟ هي تقدر تعالج الموضوع من بدري عن طريق الغذاء المناسب يعني المناسب لسن الطفل.
عشان كده لازم يكون الأم عندها توعية إيش الأشياء اللي هي بتكون مناسبة لي لسنه، الأطعمة اللي هي بتكون عالية في السعرات الحرارية، لأن الأطفال سبحان الله بتكون حركتهم يعني زيادة، عندهم بيصرفوا طاقة أكبر من أحيانا من اللي بياخذوه. فإذا ما عرفت تغذية صحيحة طبعا أكيد حيصاب طفلها بالنحافة، والعكس صحيح إذا غذته تغذية زايدة حيصاب طفلها. لسه أبغى أقول لك والله لساني أختي دكتور يعني نفس الموضوع. فالوعي مرة مهم، يعني موضوع التوعية الناس بالأغذية اللي هي بتعطي طاقة، يعني لازم الناس يفرقوا بين أغذية. صراحة أنا دائما نقطة عندي يعني مشكلة فيها، لما تيجي واحدة تقول لك الفيتامينات تتخن، الفيتامينات ما تتخن، الفيتامينات زيرو كالوري، صحيح ما تعطيك كالوري. مصادر الطاقة في الغذاء تجيك من ثلاث مصادر، اللي هي الكربوهيدرات أو النشويات اللي موجودة في الرز، مكرونة البروتين، أيوة من البروتين الموجود طبعا والنشويات. في اللحوم أيوة والبقوليات ومن الدهون، هي دي مصادر الطاقة. فيتامينات أملاح معدنية نيفر ما تعطيك طاقة. طب بالنسبة للأطفال اللي بيعاندوا مثلا خلاص أنه ما يبغى يأكل، تعرف الأطفال دي الأيام بس شوكولت حلويات، كيف ممكن الأم يعني ما أعرف تجمل لهم الغذاء، أو ممكن في مكملات أو يعني نبغى وسطية في حكاية الأطفال، ولا نقعد نقول والله عادي خليه طفل خليه يأكل اللي يبغاه، لا ما يأكل اللي يبغاه، أو إنه ما يأكل ما يأكل, ما يأكل اللي يبغاه يا جماعة الخير ما يأكل. هو ينشأ الغلمان منه على مكان إيش هي فعلا، هو في الأخير يكتسب عاداته الغذائية من أمه وأبوه، من المحيط والعائلة اللي عايش فيها. فكإذا طالما كانت عاداتهم الغذائية صحيحة فهو الطفل حيطلع على دي العادات، لكن طالما في تسيب بالذات في العادات الغذائية حاليا في تسيب كبير من الأم والأبو للأسف. يعني على حسب ينشأ كيف الطفل ينشأ بطريقة الغذاء، وكيف بيأكل كيف بيشرب كيف متى بينام ما عرف. إذا تسمحوا لي أعرض كله كنترول يعني على الأم والأبو المفروض، ما أدري إذا تسمحوا لي أعارضكم في الموضوع ده، لأنه أذكر أنا صغيرة بنات خالاتي كنا بنيتنا جدا جدا صغيرة ونحاف، بس مو للنحف المرضي، بس فعليا ما كنا ناكل. أستاذة منال كانت ماما أتذكر كانت تدور على اللي هي الأدوية اللي في الصيدليات إنه تخن، كانت يعني سرعة الكلمة كانت تزغطنا هي، إنه حتى عليها صورة فيل إنه علشان ندخن. ما أعرف إذا تنصح فيها هذه، أو ممكن لما يكبر الشخص خلاص راح تتغير عاداته الغذائية. شوفي هي إذا الأم فعلا يعني ودت، يعني لازم طبعا يكون في مراجعة مع الطبيب. والله إذا الطبيب قال لها وزن طفلك ما هو مناسب لسنه، وإذا استمر على هذه الحالة إنه هو ممكن لا سمح الله يعني يصاب بأمراض، أو يعني تأثر طبعا النحافة يعني بتأدي الأمراض طبعا، إذا حتأثر بي على صحته ديك الساعة حيكتب لها طبعا فواتح شهية، مقويات، فيتامينات، عشان فيتامينات مش تدخن عشان تفتح شهية وتساعد على. طيب أستاذ منال يعني كنت بسأل حاجة على حكاية العلاج، وكنت خايف يعني تكون مسألة ممكن الواحد يعاني منها. أكيد كل شيء له علاج صحيح، وحتى المرض طبعا. هذا طيب هل علاجه يستمر مدى الحياة، وإيش هو علاجه تحديدا؟ هل من الواحد يأكل غصب عنه؟ لا 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 أبدا، علاج بالنسبة للغذاء يعني أيوة. يعني النحافة طبعا أيوة، النحافة شديدة تجينا يعني أحيانا في العيادات، لما كنت في العيادة دائما يعني بيجوني النحافة هم بيزيدوا وزنه، يبغوا يزيدوا وزنهم بيلاقوا صعوبة عادة، فنحن نحتاج إن إحنا نأخذهم نحسب لهم سعراتهم الحرارية اللي هي مناسبة لوزنهم وطولهم وجنسهم ونشاطهم وطبعا عمرهم. طبعا نعطيهم بعض النصائح اللي هي بتساعدهم على انهم ياخذوا سعرات اكثر وفي نفس الوقت يزيد وزنهم. فمثلا لو جينا نتكلم الاطعمه اللي هي الغنيه بالطاقه زي ما نقول، يحاول ان هو يزود منها. مثلا عندك الحليب ما يشربه لوحده، سوري مش حليب، الفواكه ما يشربها لوحده مع حليب، فهمت علي؟ ايش انواع الفواكه اللي فيها سعرات اعلى زي الموز مثلا زي المانجا، يبدا الوجبه مثلا بالطبق الرئيسي ويؤخر السلطه، ياكل سلطه بس يأخرها عشان لا تحسسه بالشبع يعني بسرعه. طبعا يتناول الحلويات، احنا عاده اللي عندهم سمنه نقول لهم لا تتناول، نقول لا اتناول حلويات خاصه في نهايه كل وجبه، او مثلا خذ لك مثلا ساندويتش مربى، ساندويتش عسل على اخر وجبه. ما ياكل شطه دكتور استاذ؟ نعم ما يأكل شطة، عشان الشطة يقول تفتح النفس يعني تفتح معلومة يفتح الشهية، تقول يقول لك الشطة أو الحرارة فعلا.
هو فعلا يعني نحن نخليه هو ياكل اشياء اللي تفتح الشيء زي المخللات المخللات صحيه ايوه يحاول ان هو ياكل وجبات صغيره متعدده في اليوم احسن من هو ياكل وجبه كبيره ووجبتين في اليوم مثلا. لا الافضل هو ياكل وجبات شو اسمه صغيره في اليوم مثلا يضيف على السلطه زيت الزيتون في الطبخ مثلا ممكن يستخدم السمن النباتي عشان يزيد السعرات الحراريه يضيف العسل للحليب أو لأي مشروب ساخن مثلا بيشربه يضيف له عسل عشان يصير طبعا سعرات أكثر طبعا. أستاذ منال برضو الرياضة في الأهل قد إيش دورها مرة قوي مهمة. أيوة مرة مهمة دورها مرة قوي في النحافة يعني لأنه الرياضة طبعا بتقوي العضلات وبتخلي زيادة الوزن تتركز في العضلات بدل ما هي تتركز في الدهون يعني هو حياكل أكثر فهي بدل ما تصير دهون تصير عضلات تصير عضلات صحيح كمان تفتح الشهية يعني أنت لو تلاحظ إنه الرياضة عادة بتفتح الشهية أعتقد ذكرت سابقا إنه يكفيهم المشي 45 دقيقة أو نص ساعة يكفي يعني إذا عشان لا أحد يقول أنا فين أعترض وكان أروح نادي وكان هذا يعني مجرد مشي يعني إنك ترهق العضلات عشان هي تحتاج الأكل ده فتأخذه هي على طول من غير ما يأخذ الجسم الباقي ايوه طبعا اوكي في كمان المكسرات انا مره دائما يعني انصح بيها المكسرات مره مهمه للي عندهم نحافه اللي عندهم سمنه للناس الطبيعيين مره مهم حتى لو يحطها مثلا مثلا الدوز ايوه الصنوبر الكاجو في السلطه في الرز يا الله دخلتيني عالم مكسرات استاذ منال طب انا اقول لك حاجه خلينا نطلع فاصل نرجع عشان اسال تفصيلي كل فستقة وكل لوزة وكل يعني كل نوع من المكسرات حنسألك عنه بس بعد الفاصل بعد ما نرجع على طول. مستمعينا الكرام خليكم معنا مع الأستاذة منال سنبل أخصائية التغذية وأيضا اللي حاب يتواصل معنا الآن راح ناخذ رسائلكم على أرقام الـ SMS أرسل كلمة جلوكوز واستفسارك STC 84770 موبايلي 640660 لا مشتركين زين 7462 62. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم على طول في فيتامين فيتامين مع طراد سندي وشادي عبد العزيز على أرقامنا من كل مناطق المملكة على 012-616-1100 ومن الرياض على 011-217-85-85 أسئلتكم واستفساراتكم مع الأستاذة منال سنبل أخصائية التغذية بنتكلم عن النحافة اللي المرضية. مساء الخير. أهلين. الخير فيك من جديد استاذة منال. طيب استاذة منال احنا وصلنا عند المكسرات. شادي تحب المكسرات ولا لا؟ يا اللوز لذيذ. ايوه لا شادي ايوه المفروض ان احنا نحبها يا دكتور ولا لا؟ طبعا اللوز المملح ليش؟ ايش رايك فيه؟ قد ايش فوائدها؟ العالم حب الملح يعني ما لا تتعدد فوائدها زي ما يقولوا ما تتعدد فوائدها ايوه. طب بالنسبه اللي هي المكسرات المملحه فيها ملح زيادة اللوز هو يعني صحيا الواحد ياخذ المكسرات اللي هي ما هي حتى نية مهمة حتى نية تجيبيها ولما تبي تاكليها تحمصي شوية شوية في البيت. فهمتي شادي؟ فهمت يا دكتور طراد شكرا لي. طيب يعني خلينا نستكمل حوارنا وحديثنا حول موضوع النحافة لكن نستقبل أكيد اتصالاتكم على الأرقام اللي ذكرناها من كل مناطق المملكة 012-61-61-100 ومن الرياض على 011-217-85-85. أي أحد عنده هذه المشكلة صاحبتك صاحبك أحد يقرب لكم ممكن أنكم أنتوا تسألوا عن هذا الموضوع. بس إحنا ما سألنا قبل ما نأخذ صارت معلش نأخذ مستمعين واسمحوا لي يعني نبغى نقي أنفسنا أستاذة منال من هذا المرض. معلش إحنا يعني دائما نبغى ما نبطل أكل نبغى ننحف نبغى نسوي نبغى نعمل. في ناس كثير تبغى تنحف الآن بس في ناس ما عندها الحد اللي توقف عنده في النحف. كيف نقي أنفسنا من هذا المرض بشكل عام؟ هو لما يكون الإنسان إنسان طبيعي عشان لا يوصل لمرحلة النحافة قصدك يعني؟ يعني بشكل عام أيوة الواحد يعني اللي يبغى ينحف يأكل أو اللي يأكل أيوة يأكل أكل طبيعي الإنسان عشان ما يوصل لمرحلة النحافة يأكل الأكل اللي هو عشان يحافظ على وزنه إذا كان وزنه مثالي المفروض الإنتاج زي الأوسط يعني اللي يأخذه الطاقة اللي يأخذها لازم يصرفها يعني مثلا أخذ 1500 سعر في يوم من أكله تنصرف 1500 يقوم يحافظ على وزنه. في حال الإنسان أخذ أقل سعرات أقل ما بيأكل مضبوط فهمت علي يعني أكله مرة ضعيف زي ما بنقول عنده مشكلة نفسية عنده
مشكلة عضوية إلى آخره، فحياكل طبعا أقل أو حيدخل حتى لو كان عنده مشكلة عضوية حيدخل في جسمه صح لو أكل كثير، بس مع سوء الامتصاص أو مثلا وجود مشاكل ديدان في المعدة أو إلى آخره، فما بتوصل السعرات للجسم. ففي الحالة هذه هو حيصرف أكثر ما هو بياخذ. جميل. في حالة حيصاب بالنحافة. جميل جدا، يعطيك العافية. الله توازن الغذائي جدا أكيد دائما الله ينور عليك أستاذة منال سنبل معانا، الله يعطيك العافية. هناخد الآن اتصالات. أول اتصال، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير. مساك الله بنور السرور، حياك الله. من معانا؟ معك محمد. محمد من فين تكلمنا؟ من نجران. أنت بتفكر فين قاعد؟ طيب حياك، تفضل سؤالك للأستاذة منال. أنا بحاول أخش معكم كثير والله، بس هي المرة دي مسكت معني. يلا حياك، شرفتنا حبيبي محمد، شرفتنا. تفضل سؤالك للأستاذة منال. ممكن أكلم الدكتورة؟ تفضل تفضل تفضل، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين. بقول لك يا دكتورة، أنا والله بقالي فترة كده جسمي تعبان وباكل أكل كويس يعني مش وحش، بس برضه ما في زيادة. ما في زيادة في وزنك قصدك؟ ما في زيادة في وزني، يعني وزني ممكن 60 65 كده، ما بزيدش عن كده يعني. وطولك؟ طولي ممكن 180. ما شاء الله، يعني يعتبر نحيف، يعني يعتبر جسمك نحيف. طيب ايش اسمك استاذ؟ ايه محمد. محمد. محمد، استاذ محمد، عملت تحاليل؟ عملت مثلا اشعه؟ عملت؟ نعم. لا الحياة دي بصراحة انا حتى نوع الدواء كله دايما ما باخدوش، يعني دواء ايه؟ انواع الدواء كلها، حبوب دواء. بشكل عام ما تاخذ ادويه؟ مو ضروري تكون ادويه، ابدا مو ضروري. بس انا نصيحتي ليك، انت بتحس نفسك بتاكل كويس، طيب ايوه، لازم تعمل تروح للدكتور تعمل تحاليل يعني اللي حيطلبها منك الدكتور، على اساسها يشوف اذا ما في اي مشاكل عضويه. النصائح اللي قبل شويه قلتها ممكن تتبعها، يعني تاخذ الاكل اللي هو فيه طاقه اكثر، او تضيف الطاقه للاكل، يعني زي الفواكه فيها طاقه تضيف لها حليب مثلا، حليب كامل الدسم. انت علي؟ الزبادي دائما اخذه بالفاكهه عشان تزيد سعرات، يعني اي اكل ضيف عليه اشياء اضافيه ثانيه عشان يعني تحصل على سعرات اكثر. المكسرات فهل اي نوع من انواع الاكل اللي انت بتاكله فيها سعرات عاليه ومفيده في نفس الوقت. طب معلش في سؤال ثاني دكتوره، يعني بالنسبه للاكل ديت انا ممكن اكل مرتين او ثلاثه في اليوم، يعني مش كتير، يعني الاكل ديت مش كتير، مش دائما انه ما هو لا ثلاثه. انا نفس الشيء قلته قبل شويه، حاول انك انت تاكل، انا عندي تاكل يعني كل ساعه تاكل شويه شويه شويه، ولا انك تاكل مرتين في اليوم وتوقف. الموضوع الاكل ديت انا كنت مرتب، لان انا كنت في شغل يعني كان ممكن يزنقني في ايام كده، ممكن ان انا اكل مثلا مرتين بس في اليوم، بحس انها شبعان دائما على طول. ايش رايك استاذ منال، ايش رايك في حكايه انه اخذ الاكل معاه في المكتب مثلا؟ طبعا او طبعا ايوه ياخذ في المكتب يكون افضل، يعني يكون عارف ايش هو بياكل، بدل ما يشتري من برا مو عارف ايش بالضبط. ايوه حاول يعني ايوه حاول انك انت تاخذ اكلك معك من البيت، تحطه في حافظه كده، واذا في عندكم مثلا اذا في ثلاجه او شيء تحطه فيها، اذا ما في ممكن تخليه يعني انها لا تاخذ ما تاخذ اكل حق مثلا لغايه 8 ساعات يروح يخرب. ايوه ايوه يقعد يعني الوجبات اللي هي ممكن تاكلها في ان شاء الله ما عنده للعافية. محمد من نجران ويعطيك العافيه. استاذ منال حيطلع فاصل سريع ونرجع لكم. مع طراد زندي وشادي عبد العزيز مستمرين عن مرض النحافة، وأستاذة منال سنبل أخصائية التغذية معنا اليوم، حياك الله مرة ثانية. الله يحييك. الله يسعدك. يعني أستاذة منال في رسالة هنا تقول، هل تناول الزبادي يوميا يزيل الكرش؟ هل هذا كلام صحيح فهد الشريف؟ ما سمعت عن ذا الكلام صراحة، يعني ولا هو ممكن يعني ما اتوقع انه هو ممكن يكون كلام عيب. ولا منا يجي انه كلام صح؟ لا مره لا 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 يعني هذا كلام واتساب شكله. بالنسبة لي انا يعني توقعاتي ما يكون كلام صحيح، كلام واتساب بس انه ممكن نعتبر اللي يعرف ان انا يعني في دايت داخل، فاللي يعرف ان لبن الزبادي وجبه ممكن تاخذها بين الوجبه والوجبه عشان يعني أيوة. تمسك جسمك. الوجبات اللي هي الخفيفه السناك اللي تقدر تاخذها بين الوجبات. بالضبط، اوكي كويس. طيب ممتازة تعتبر. عندي سوء هضم ونحيف، شلون؟ اسمي ابو خالد. طيب يعني ابو خالد كانه كلمات متقاطعة، انا فهمتها والله كذا، بس انه اظن عنده سوء هضم ونحيف. ايش مش ممكن يسوي ابو خالد؟ سوء هضم هذا اكيد يعني مرض عضوي، فلازم يعالجه
يعني أول شيء يعالج المرض العضوي عشان يقدر يعني إن شاء الله إن هو يحصل على يعني نتيجة أفضل. نتيجة أفضل طبعا. إذا نذكركم برقم الاس ام اس اللي حاب زي كذا يشاركنا يرسل كلمة جلوكوز واستفساره لي أستاذة منال على STC 847700 موبايلي 64066 وزين 746262 وطبعا اتصالاتكم المباشرة على أرقامنا من كل مناطق المملكة على 012-616-1100 ومن الرياض على 011-217-85-85. مساء الخير. ألو. أوكي. طيب ناخذ اتصال جديد. مساء الخير. وليد صح ولا مين؟ طيب اتصال جديد. السلام عليكم. إيش مشكلة اتصالاتي؟ طيب أوكي. طيب هنا في سؤال قبل ما بس تزبط الاتصالات ما أدري إيش مشكلتها. هنا سماح بتقول يا دكتورة أبغى أنا أكل توت بري مرة كثير سمعت إنه هو ينحف، هل هذا كلام صحيح أم لا؟ توت بري أنا لا أعرف الناشف، توت البري الناشف صح ولا دكتورة ولا أستاذ ولا لا؟ لا 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 ما توت البري الناشف لا ما ينحف، بس يعني توت بري كسناك صح؟ هي تستخدمه عشان تنحف يعني؟ ما هي بتقول إنها بتاكل إنه ينحف، تقول ينحف ممكن، لكن أنا يعني ما أعرف يعني ما في شيء كده إنه هو مثبت هو ينحف بنفسه. أيوة مثبت أيوة لأنه الأشياء اللي ممكن تنحف اللي هي بتعمل زيادة وزيادة في التمثيل الغذائي في الحرق أيوة في معدل الحرق يعني اللي هي مثلا مثبتة يعني الكرافس هذه من الأشياء الأناناس طيب الحرق. أيوة الأناناس من الأشياء اللي بتزيد أيوة بس الخردل طيب أستاذ منال معلش بالنسبة اللي عنده سوء هضم الأناناس مرة يفيده، الأناناس مرة فيه إنزيم بيساعد على الهضم إذا كان مستمع يعني لينا أو ممكن تردوا عليه. نعم يعني فكرت الأناناس من هي الفواكه. أبو خالد جات رسالة ثانية كمان أيضا أستاذ منال نفس المشكلة سوء هضم والله يكرمكم ما أدخل الحمام إلا في الأسبوع مرتين. هذا معناته عنده مشكلة في الجهاز الهضمي. بس هذه واحدة برضو عندها مشكلة في الجهاز الهضمي أيوة أو تقول... إنها ما تشرب سوائل كثير يعني الإمساك ده يعني ناتج عن قلة شرب السوائل ما يعني ما في تغذية صحيحة ما تشرب مية كثير ما تشرب سوائل كثير وما بتمشي يمكن كثير لأنه حتى المشي بيحرك سبحان الله الجهاز الهضمي سبحان الله صحيح الإنسان يدخل الحمام أيوة الواحد إذا ما دخل الحمام يعني للفضلات الله يكرمكم مشكلة بعد كده تسبب للجسم داخل الجسم أيوة طبعا طبعا فهي لازم تعالجها بسرعة يعني أسبوعين ماشي يعني هي ما تدخل الحمام يعني يعطيك العافية يعني. عندنا اتصال نقول مساء الفيتاميني هلا أبو ناصر. أبو ناصر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الإكرام. أبو ناصر تفضل سؤالك للدكتور. مساءكم حياك الله المستمعين الله يعطيكم العافية. أنا كان بالفعل أنا كنت في انتظار والله استضافتكم لأي دكتورة وأخصائي بخصوص موضوع العادات الغذائية بصفة عامة يعني. أيوة أيوة. هو عنده سؤال هو يمكن بعكس النحافة أنا الآن وزني بزيادة عن طول الطبيعي بس المشكلة أنت عارف أن الواحد لما بخش على النت بيسمع أو مثلا بيشوف عادات غذائية احتمال أن تكون ثقافة غذائية غلط حمية معينة في الرجيم أو كذا فحب بس الدكتورة منال أنه الشاهي الأخضر أو بالإضافة إلى بذرة الكتان هل بالفعل أنها بتساعد على إنزال الوزن بشكل طبيعي بدون وجود أي آثار جانبية على الجسم؟ جميل سؤال جميل جدا فعلا فعلا سؤال جميل ومن الأشياء اللي مثبتة يعني واللي ذكرناها قبل كده أستاذ منال صحيح أيوة الشاهي الأخضر وبذرة الكتان من الأشياء اللي فعلا بتنزل الوزن لأن هي بتلعب في موضوع التمثيل الغذائي برضو أو معدل الحرق بتسرعه ففعلا يعني بس أنا يعني دائما أنصح الناس يعني طالما يعني ما يضحك على بعض ما أجي أكل يعني صحيح. صراحة يعني ما أجي أكل تفسيح ونقول لك بذرة الكتان بذرة الكتان هتعمقوا وأجي بقول أقول لهم معمولي لي شاهي أخضر كوفي صح. لا 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 ده الشاهي الأخضر حينفجع أصلا طلعوني من هنا دخلتوني فين يعني كل شيء بعد الشاي الأخضر وزيت وبذور الكتان دي صحيح. مع الحمية الغذائية نعم. أو مع نظام غذائي معتدل يعني طيب أشترك بالخير دكتورة أستاذ منال عندنا اتصالات طيب حنطلع فاصل سريع جدا يعني ما هياخد من شيء ونرجع لكم على السريع اللي حاب يشاركنا على أرقام الاس ام اس يرسل كلمة جلوكوز واستفساره على STC 847700 موبايلي 640660 والي مشتركين زين 746262 خلوكم معانا في فيتامين فيتامين مع طراد زندي وشادي عبد العزيز We'll be right back.
متواصلين معكم حبايبنا على أثير ألف ألف أف أم، وأكيد مع أستاذة منال سنبل أخصائية التغذية. حياك الله. أهلا بيكم، حياكم الله. الله يسعدك يا رب. معنا اتصالات عشان نبدأ. طيب أوكي، ناخذ اتصالنا. السلام عليكم. سلام يا طر حبيبي، كيف حالك؟ الحمد لله. مين؟ قاسم البلوشي. حياك الله يا قاسم. حياك الله. الله يحييك. تفضل يا قاسم. عندكم انا على طول. حياك حبيبي في ايوك. بالعكس شرفنا، الله يسعدك حبيبي. الله يسعدك، شرف لي والله. اقدر اكلم الدكتوره ممكن؟ اكيد، تفضل سؤالك. تفضل. انا سؤالي الدكتوره، ابغى طرق التخلص من الكرش كذا في اقرب وقت ممكن وفي اسرع وقت، وهل صحيح انه الليمون مع المويه الدافئه كذا كوبايه وكوبايتين مع الصباح شكرا لك يقلل من الوزن؟ الله عليك يا قاسم، هذه كنت بسأله ونسيتها، الله يذكرك بالشهادة يا شيخ. القلوب عند بعضها يا طيب. الله يسعدك. حكاية الموية الليمون صح؟ أيوة. شوف أول شيء، طيب بالنسبة للكرش، بالنسبة للكرش ترى برضو يعني تعتبر وراثية، يعني صحيح مسألة وراثية، لكن التخلص منها يعني أهم حاجة فيها الرياضة. طيب الرياضة مرة مهمة عشان تتخلص من كرشك. النقطة الثانية الغذائية للكرش، ما تأكل أشياء فيها نشويات كثير، كربوهيدرات كثير، ايوه عيش و صحيح. يعني مكرونة والى اخره، لانه هذه بتتخزن في في يعني عادة في مناطق اللي في مناطق معينة في الجسم تخزين الدهون فيها، فمن ضمنها الكرش، ف يعني تحاول تتجنب هذه الأشياء اللي هي العجائن الى اخره. بالنسبة للموية والليمون هذه، يعني في الأبحاث الأجنبية ما في شيء أتذكر يعني هي فعلا تعمل نحافة وإلى آخره، يعني ما في شيء يعني مثبت علميا. يمكن ناس جربوها زيها زي الشمية، يعني مشيت مع ناس، ممكن ما تمشي مع ناس، فهمت علي؟ فبس إنه علميا ما أقدر أقول لك إن هي مثبتة فعلا علميا فعلا تعمل نحافة بالآخرين. جميل، الله يعطيك العافية. يعني ما نقدر نقول لك إن هي ممكن، لأنه مجربة، أنا سمعت ناس وفعلا أيوة نزلوا عليها مجربة. كثير في حميات يا تراد إنه ناس بيستخدموها بتنجح معهم، ناس ثانية ما تنجح معهم. إيه تختلف من حسب طبيعة الجسم وتكوينه. أيوة صحيح. فعلا أيوة. في معلومة هنا من بوتالا أو أبو تالا. حمية مائية، أبغى طريقة الحمية المائية. في حمية مائية؟ في شيء زي كده أستاذة منال؟ قصدهم يمكن الحمية اللي هي بتعتمد على الشرب، يعني شو يعني يعتمد على كميات كبيرة من الماء والسوائل. يعني يمكن هو ده قصده. كل ساعة ممكن. أنا أبدا ما أنصح، يعني أنا نيفر ما أنصح الحميات هذه اللي هي بتعتمد على نوع واحد صحيح. من الغذاء. المعدة بعد كده تتعب مستقبلا صح؟ المعدة تتعب. ومعليش هذه تدخلنا في زي المرة اللي فاتت قلنا تدخلنا في السيركل حق اليويو اللي هي بين حفو يوتو اللي ما في وزنه. أيوة. الوزن غير ثابت. أيوة فعلا هذا، ويتعب كمان، يعني يتعب سبحان الله حتى أجهزة الجسم من جوا يتعبها يعني. صحيح. أيوة الموضوع ده مرة، يعني الحميات هذه اللي غلط الناس اللي يستخدموها بتتعب حتى الأجهزة داخل الجسم. غلط. طيب أتمنى احنا نستفيد من هذا الكلام كله يعني تفصيليا. هناخذ اتصال، عندنا اتصال. السلام عليكم. طيب اتصال. مساء الخير. الو. ايوه الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. احمد حياك الله. اهلا فيك. فين تكلمنا احمد؟ بس من جده. طيب تفضل سؤالك للاستاذ منال احمد. طيب دكتور انا بس بسالك سؤالين. اول سؤال اللي هو بالنسبه للرياضه، ينفع رياضه بدون يعني بالنسبه للاكل، هل ينفع رياضه واكل عادي واحد يخفف؟ لانه دحين سجلت بنادي لأن وزني زاد، فبيقول لي لازم أمشي على نظام معين، شوفان وحليب ومدري إيه، إن هذه الأشياء كلها أنا ما أتقبلها، فهل ينفع إنه أنا مثلاً أخفف أكل على الحياة الطبيعية اللي أنا ماشي عليها ورياضة ولا ما ينفع؟ ممكن. ممكن. يعني الرياضة إذا أنت عندك زيادة وزن والمدرب قال لك خفف وزنك، طيب ممكن ما تستخدم أي حاجة من الأشياء اللي هي بيقول لك عشان تخفف وزنك، مثلاً خد بذور كتان أو خد أشياء أنت ما تحبها، بس مجرد خفف الوجبة اللي انت تاكلها. ساي مثلا انت تاكل قرص او ثلاثة اربع قرص عيش، خليها نص، خليها ربع بعد شوية، يعني بعد اسبوع او اسبوعين. كمية الرز اللي انت بتغرفها خففها، بدل ما تكون مثلا ثلاثة ملاعق غرف خليها ملعقة ونص، خفف بس من كمية الاكل حقتك، معناته انك انت بتخفف من السعرات اللي بتدخل جسمك، معناته انت يعني لازم حينزل وزنك.
ما حينصحها بعض. هي المسألة مسألة توازن في الطاقة. طيب شكرا لك. في سؤال ثاني بالنسبة للحبوب اللي بياخدوها كثير الشباب دحين، يقول لك أشياء طبيعية زي الفات بيرنر وكذا اللي بياخدوها من الجي إن سي، إنه يقول لك أشياء ما بتأثر على الجسم، ما أدري هل هي هذه من جد ما بتأثر على الجسم؟ ممكن نأخذها إذا نتمرن في نادي أو شيء؟ حبوب إيه بالضبط اللي هي حبوب إيه يعني إيش إيش إيش؟ أقصد الفات بيرنر ممكن على الهضم، بتساعد على حرق الدهون أكثر. فات بيرنر بتكون بس مو هضم. فات بيرنر إيه بالضبط. بس مو هضم إيه، بعيدا عن الهضم اللي ما أعتقد إنها تخص الهضم. هي بس اللي تحرق لك الدهون. نعم. هم بتساعد على الحرق أكثر يعني. هل هي دي بتأثر؟ هو ممكن تستفيد منها، بس يعني أنا بيني وبينك، أنت إيش تفضل، إنك تأخذ شيء طبيعي ولا تأخذ حبوب أنت ما تدري إيش جودها؟ طبيعي أكيد يعني. أكيد أنا حأخذ شيء طبيعي ولا أخذ شيء يعني ماني عارفة إيش بالضبط جوته. وممكن على فكرة بعد كم سنة تيجي شركة الأدوية أو الـ FDA يمنعوها، أو الـ WHO يمنعوها يوقفوها. بس إنه هم لا هذه طلعت يعني. نحن للأسف نحن في ران تجارب للشركات دي. يا الله. صحيح صحيح. للأسف. الوصف الصحيح. اللي ناخذ اتصال جديد. مساء الخير. أهلا السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا علي. مساء النور وفراد وفراد. حياك الله. مساء النور والسرور يا علي، تفضل سؤالك لأستاذة منال. أنا سؤالي أستاذة منال، أنا عندي قرحة في المعدة، فأي شيء أكل أستاذة منال بيسبب لي حموضة وحرقان على طول يعني. أعرف إيش الأكل الصحي اللي يخفف الحرقان والحموضة؟ أهم شيء بالنسبة اللي عندهم قرحة يتجنبوا الأشياء اللي زي ما قلت أنت، هي فيها حمضيات والدهون، الدهون مرة بتزيد القرحة. حاول انك انت تتجنبها. الاشياء اللي هي يعني بتساعدك على تخفف من القرحة يعني، الاشياء اللي هي ما بتكون فيها الياف كثير مثلا، مثلا عندك ما تاكل مثلا خضار مرة كثيرة برضو بتساعد على القرحة، على ان هي تزود القرحة. خذ حليب بارد بيخفف من القرحة شوية، عصير تفاح طازج يخفف من القرحة. هذه الأشياء هي ممكن تساعدك. أتمنى بس لازم يكون لها علاج دوائي يعني. أتمنى دكاترة أستاذ منال حكاية الطازج هي ما عندنا إلا أقل من دقيقة. حكاية المعلبات اللي بنشتريها من السوبر ماركت، معليش إحنا دائما نخلط ما بين الشراب والعصير الطبيعي والعصير الطازج. الشراب معروف إنه هو شراب البرتقال أو شراب التفاح، هذا معناته إنه هو مواد حافظة، صح ولا لا؟ أكيد. طيب والعصير الطازج والطبيعي ايش الفرق بينهم؟ عصير الطازج هو يعني الفاكهه نفسها بتساعدها بعصير لك هي. ايوه. هذيك بتمر بمراحل يعني في التصنيع وبيضيفوا لها مواد حافظه. لحظه حكايه يقول لك ما في مواد. ايوه يعني الطازج هو العصير الطازج هو اللي ايوه تعصره في البيت او تاخذه من محلات العصائر اللي هي موجوده في كل مكان. الله عليك، يعني سيبوكم من انا ما صراحه ما افضل معلبات الا في الضروره. ايوه ولا انا ما اثق فيها صراحه. ولما تاخذ من محلات العصائر لا تحط لي سكر. طبعا هذا ما يحط سكر. ايوه عشان الفائده. استاذ منال سنبل اخصائيه تغذيه اليوم كان موضوع النحافه، يعطيك الف عافيه، شرفتينا جدا. الله يعافيكم. اكيد يعطيك الف عافيه لوقتك اللي قضيتيه معانا ساعه. لا مشغوله. الله يديك العافيه فعلا. الله يعني الله يعطيكم العافيه يا رب. بالعكس يعني انا اي تايم يعني ما عندي اي. الله يسعد ايامك يا رب، منورانا دائما استاذ منال. الله يسعدك. ربي يسلمك ويسعدك. جزاك الله خير. الله يعافيك. مع السلامه. استفدنا توقع الحلقة يعني حاولنا نغطي بكل جانب من جوانب النحافة عشان يعني نقدر، واخذنا برضو استفساراتكم بشكل عام عشان نقدر ان احنا نفيد الكل بقدر المستطاع. يعطيكم العافية، كنا معكم في فيتامين.